حرام من التسجيل للرياضيين هادو. و يعني القصة اللي معروفة للكل وعارفينها وما تبعها من لغط وتأجل تسجيل الرياضيين، والآن الحمد لله صحصح الحق والرياضيين الآن من ضمن قائمة الاتحاد، اللي كان السبب الرئيسي لعدم مشاركتنا في المباراة الأولى، لأن لو كنا لعبنا كنا حنحرم. والآن من خلال تسجيل الرياضيين واللي صدرت القائمة نتاعهم يوم الأمس، نأكد على حقية الاتحاد في إعادة مبارتهم والنظر في مبارتهم اليوم ظلموا فيها ظلما وعنوانا. واليوم بعد ما تم تسجيل رياضينا وجتنا أمس القائمة، اليوم زي ما طلعنا في مؤتمر صحفي وأكدنا على حق الاتحاد كاملا غير منقوص، واليوم الحمد لله بفضل الله ولنا حق وحق من حقوقنا، اليوم صحصح الحق واليوم الرياضيين مسجلين، واليوم قدام جماهير الاتحاد وقدام جماهير الرياضة في ليبيا اللي يعرفوا أننا مظلومين وأننا انظلمنا في ظل إجراءات غير سوية من أشخاص لا يفقهون في عملهم شيء، وخص بالذكر لجنة القيد اللي هي صراحة يعني هي اللي وصلتنا لهالمواصيل هذه، وعلي وأتارها تعرفوها الأتار اللي ترتبت عليها اللي هي حرمان الاتحاد وخصم 3 نقاط ومش عارف شو اللغط اللي انتم تعرفوه كلكم. الآن وبعد ان صحصح الحق احنا نطالب بحق الاتحاد زي ما طلبنا فيه في البداية بإعادة مباراة الاتحاد، واحنا توجهنا بشكوى للجنة الطعون والاتحاد الكورة العربي، لحد الآن ما استلمتش لجنة الطعون، وهذه الأسئلة كل يوم تتكرر علي وتصني من جماهير نادي الاتحاد اللي غايتهم يبوا حقهم وهذا حقهم. بالتالي احنا سجلنا رياضينا، نسأل الله العلي العظيم ان يوفقهم وان يكونوا في المستوى، ونعن شخصي واضع كل ثقتي فيهم جدا يعني، ومحظوظ انني نشتغل في اوجد نشتغل في نادي كبير، في نادي عنده رقعه يعني مشجعين في كافه انحاء ليبيا، وهذا طبعا يعني يزيدني حافز، واني سعيد بالفرصه هذه ان احنا نتواجد في هالظروف هذه. موجود حتى المدرب، حتى المعدل البدني السابق موجود. المجموعه اللي عندنا خلينا يكون في توضيح، المجموعه اللي عندنا تحتاج لاكثر من معد بدني، لان الفريق يتكون من مجموعه اللي بتشارك اللي هي 18 رياضي، احنا عندنا 35 رياضي. في السنوات القليله القادمه حيكون من افضل المدربين، يعني نعطي في الثقه ونجدد في الثقه. محمد حمروني يعدل مع كم مدرب، وكل المدربين اللي اشادوا بذكاء، انه راجل مجتهد، انه راجل قاعد يتطور.